النظام الأيوني. تم تطوير نظام البحث الأيوني وفق تقنية جديدة كلياً، وهي الأولى من نوعها في أجهزة الكشف عن المعادن، وتشكل تطوراً كبيراً عن النظام التقليدي الموجود من قبل، حيث تسمح التقنية الجديدة باكتشاف أكثر دقة للحقول الأيونية الناتجة عن الأهداف المعدنية المدفونة تحت الأرض بفضل وحدة الإرسال والاستقبال الذكية المتعددة IMTU التي تضمن استقبال الإشارات ومعالجتها بدقة، مع القدرة على التحكم في بعض إعدادات الإشارة على الشاشة لضمان نتائج دقيقة. تركيب الجهاز. قم بتوصيل وحدة IMTU بالجهاز. ملاحظة: قم بالتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. استخدم مقبس الطاقة الموجود أسفل الوحدة الرئيسية لتوصيل البطارية. مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية، سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام. لبدء الاستخدام، حدد النظام الأيوني من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح أوكي. سوف تظهر بعد الاختيار شاشة تضم العناصر التالية: حساسية الإشارة، وهو على شكل مؤشر دائري تتمثل قيمته بنسب مئوية. أثناء عملية البحث ووفقا لمسح المنطقة المحيطة بحثا عن الأهداف، سيقوم النظام الأيوني بإصدار صوت خاص ويمثل قدرة الهدف ويتعلق بقيمة المسافة بين المستخدم وبين الهدف. يمكن للمستخدم تغيير قيمة الحساسية في أي وقت ليتمكن من تحليل الصوت الناتج الذي تتغير شدته حسب بعد الهدف. ربح الإشارة، وهي قيمة تمثل قوة الإشارة، ويمثل على شكل مؤشر دائري أيضاً تمثل قيمته بنسب مئوية. يمكن للمستخدم التحكم في قوة الإشارة باستخدام هذا الخيار. لتعيين الجهاز لاكتشاف الأهداف الكبيرة الحجم، قم بتقليل هذه القيمة وزيادة هذه القيمة للكشف عن الأهداف الصغيرة. لاختيار وتغيير المؤشرين السابقين، استخدم مفاتيح الأسهم يمين أو يسار ثم اضغط OK. ولتغيير القيمة، استخدم مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل ومن ثم OK. كيفية الاستخدام. بعد اكتمال الضبط، تأكد من تجميع الجهاز تماماً وبشكل صحيح. أمسك الجهاز على الشكل الآتي. عند استخدام هذا النظام، نضغط على زر البدء لعمل إعادة ضبط للإشارة أو ريزيت. ثم نقوم بتحريك الجهاز نحو الأعلى والأسفل بشكل بطيء، أو نحو الأعلى والأسفل بنفس السرعة، مع مراعاة خفض الجهاز قليلاً باتجاه الأرض. في حالة وجود إشارة قريبة، ستظهر على المؤشر الأيوني في الشاشة. يزداد المؤشر بازدياد قوة الإشارة أو بازدياد اقترابنا من الهدف. بالتزامن مع صدور تنبيه صوتي متدرج، يزداد بازدياد قوة الإشارة. يظهر المؤشر باللون الأحمر في حالة وجود معادن، ويظهر المؤشر باللون الأزرق في حالة وجود فراغات. لتأكد من صحة الإشارة، نقوم بعمل ريزات، وذلك بالضغط على زر البدء لمرة واحدة، لكن بجهة مغايرة للجهة التي التقطت منها الإشارة في المرة الأولى. يتم تكرار هذه الخطوة أكثر من مرة. في حال استمرت الإشارة بالظهور، هذا يعني أن الإشارة صحيحة تماما. تحذير: لا يجب عمل ريزات في الجهة التي صدرت منها الإشارة، لأننا سنفقد الإشارة ويصبح الجهاز يتعامل معها على أنها مستوى طبيعي من الإشارة.